كبير طبعا في الوقت اللي كنا نتكلموا عن يوسف القناوي يحاول يزيد يلعب في خير وليد يبي يبي يتنال جميع سلاي يا جول جول حسن يا تقدير سوى دقيقتين ليوصل شير الهدف الاول طبعا تابعوا في الصوره فرحه طبعا من حمد اللاعب رقم 26 اللي تمكن من تسجيل الهدف بالنسبه لفريق جمعيه سرايدا بدايه موفقه هنا بالملعب الكبير لمدينه اكادير اذا فريق جمعيه سرا المطالبه اليوم